للسنة العاشرة على التوالي احتفت مدينة جبيل بحلول فصل الربيع بسوق الأزهار والورود، إذ تحول السوق إلى مقصد لمحبي الطبيعة وللتبضع واقتناء ما يزين منازلهم وحدائقهم، ويخفف من قسوة الطابع المدني الذي بات يقلص المساحات الخضراء في كل مكان. حل فصل الربيع لترتدي الطبيعة هنا أبهى حلالها لاستقباله. في مدينة جبيل لا يمكن أن يعلن عن بداية الربيع من دون سوق الأزهار هذا، الذي أصبح محطة سنوية ينتظرها رواد هذه المدينة. في كتير ورد ما بنعرف فيه يعني، بس تجي تشوفهم بتلاقي في كتير اشياء حلوة ممكن تشوفها وتاخدها معك يعني، وبتحلي لك بيتك حلو الصبح توعى تشوف وردة قدامك، تشم ريحتها، مش بس الصورة كمان الريحة الحلوة. وهذا اللي نفتقده نحن، صرنا بالمدينة قاعدين بالمدينة مش عم نشوف ورد وخضار حوالينا. إقبال الزوار إلى السوق كان مميزا هذا العام بسبب عشق الناس لاقتناء ورود تزين منازلهم وحدائقهم الصغيرة، كما يؤكد أصحاب المشاتل. عم نشوف انه كثير ناس عم تجي تسال، عم تهتم، عم بتحب الزهر، وخصوصا هلا انه بالربيع بيطلع الزهر زهر حلو واسعاره. لا ما في مشكل يعني بالاسعار، كل الناس عم تتقبل وعم تكون مبسوطه. ولمن لا يملك المال او الوقت لشراء والاعتناء بالازهار، هناك زوايا لزهور اصطناعيه يصعب تمييزها من شده جمالها ودقه صنعها. أسعار اللي عم نعطيها بالمعرض تنشجع العالم أنه لا، مش ضروري تروح على طول على الطبيعي. أوكي طبيعي له عطوة نكهته له لذته، أنه أنت عم تربي بلانت، عم تربي روح، أو عم تربي شيء عم يكبر معك، بس أنه مش كل العالم قادرة مع وقت. سو لا، الكبير عم يكون كتير منيح وعم بيشوفوا أنه البرايس تبعه إيفن أرخص من الطبيعية، وما بدها الاهتمام وبتعطي روح حلو بالبيت. سوق أشبه بجنة صغيرة يفتقدها اللبنانيون مع اجتياح المباني السكنية للمساحات الخضراء والزراعية في بلاد الأرز. عام جديد يزهر فيه ربيع جبيل ورودا وألوانا وسحرا، لتظل هذه المدينة مقصدا للسياح في كل الأوقات وخاصة في فصل الربيع. ميثم قصير، التلفزيون العربي، من سوق الأزهار جبيل.